كيفما تتبعته من خلال البلاغ اللي صدر من المكتب المركزي للابحاث القضائيه، تم تفكيك بتاريخ 10 الجاري واحد الخليه ارهابيه عند واحد الخطوره كبيره تتكون من 5 العناصر كانوا ينشطون بمدن طنجه، تيفلت، تمارا والسخيرات. الامير كان في تمارا. هذه الخليه اللي تم التفكيك ديالها بناء على المعلومات اللي مدتنا بها المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني من بعد اجتماعات متتاليه وتحت اشراف السيد المدير العام ديالنا، تقرر على ان هذه الخليه اللي بلغت واحد المستوى متقدم في التهيئ لضرب عده اهداف اللي داروا لها لوروبيراج في هنايا، فتم الايقاف ديالهم. وكيف لاحظتوا في عمليه التدخل العناصر الخاصه ديالنا، القوات الخاصه ديالنا كانت استعملت فيها لتير دو فورماسيون، كانت يعني ان ريزيستونس من طرفهم هما، لدرجه ان عنصر من العناصر ديالنا ديال التدخل كان تقاص فيها. والحمد لله راه السيد المدير العام تكلف شخصيا باش يولي العنايه الكافيه لهاد العنصر ديالنا. فمن بعد الايقاف ديالهم في عمليه ديال التفتيش مكنات من اكتشاف واحد المجموعه كبيره ديال المواد اللي كتدخل في لا كونفيكسيون ديال ليزيكسبلوزيف، وكذلك سترات مع لي سانتيرون اكسبلوزيف. استادير هاد الخليه كانت عند بخي ديريكسيون، استادير كانت مستعده على انها تقوم بعمليات انتحاريه على غرار ما وقع في مدينه الدار البيضاء في 16 ماي كيفما كتعرفوا. فالمستوى ديالهم يعني الاعمار ديالهم تتراوح ما بين 29 سنه و 43 سنه. المستوى الاجتماعي ديالهم يعني الامير حوات ومعه نجار ومعه واحد فلاح ومعه واحد بلومبي، يعني حتى لو فينونسمون ديال هاد المواد اللي موجوده في المارشي ديالنا يعني تحت مراقبه بيان سور ديال المصالح المختصه سهل، والتمويل ديالها تم عن طريق بعضياتهم يعني انوطو فينونسمون بيناتهم. فالابحاث راه غادا تبدا، راه بدات من بعد ما خدينا الاجراءات الصحيه والاجراءات الوقائيه كيفما كتعرفوا في الحاله حاليا اللي كاينه كورونا وهذا، فاي شخص تيتم الايقاف ديالو يتم اخضاعه للتحليلات من اجل التاكد بانه غير مصاب بمرض كورونا، وبالتالي كتبدا الاستجواب ديالو تحت اشراف النيابه العامه من اجل معرفه يعني هل هذه الخليه لها ارتباطات بالخارج، هي ايفيكتيفمون عندها ولاء ما يسمى بدوله الخلافه، لانهم كاين مخطوط كانوا كيتهيئوا باش انهم يقدموا البيع لداعش. فاذا الخطر الارهابي ما زال مستمرا، ويقظه ديال المصالح الامنيه ما زالت في المستوى وستظل في المستوى ان شاء الله، من اجل درء اي خطر يهدد استقرار وامن هذه المملكه الشريفه.